السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ الشرح اللي فات هنا شرحنا ازاي هتسحب اي دي من اي مكان على الفيسبوك. النهاردة هنتعلم ازاي هنحول مجموعة الاي دي اللي معانا دلوقتي، هنحولهم لرقم فون وايميل. يلا نشوف الشرح. اول حاجة معانا ان احنا هنفتح سيمبل اودينس النسخة القديمة، تمام؟ النسخة دي كويسة جدا يا شباب. كل عليك دلوقتي ان هو بيطلب منك اكسس توكن. هنروح نجيب اداة الاكسس توكن، تمام كده. هنفتح هنحط الايميل وهنحط الباسورد في الاداة. طبعا الاداة دي ممتازة جدا وبطلع منها الاكسس توكن بشكل كبير يوميا، وما بيحصلش معاها اي اخطاء، وبتطلع لي الاكسس توكن في ثواني، تديني صلاحيات الاكسس توكن بشكل كامل. كل عليك بس انك انت هتحط لها ايميل، وبعد كده هتحط الباسورد بتاعك، وهتبدأ انك انت تاخد الاكسس توكن تشتغل بيه. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، هيبدأ ان هو يطلع لي الاكسس توكن. طبعا بيفتح معاك الموقع، هتقفله، هتاخد الاكسس توكن بالشكل اللي انا هاخده ده، وهتبدأ دلوقتي انك انت تحط الاكسس توكن وتعمل لوجن. دلوقتي هتيجي عند خانة تحويل الاي دي الى رقم فون وايميل، تمام كده يا رجالة. الخانة دي هتبدأ انك انت تاخد الاي دي اللي موجود عندك، تبدأ تاخده كوبي، تمام، وتحطه في الخانة دي، وهتضغط على ستارت. طبعا الداتا دي سيكريت، الداتا دي مش بابليك، لان انا زي ما انتوا عارفين دي الداتا او الاي دي هات اللي انا سحبتها من جروب الحيتان. مش معظمنا هنا كلنا الداتا بتاعتنا يعتبر سيكريت، تمام. هيبدأ ان هو يطلع لك بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، خانة على الشمال موجود فيها الاسم والنوع واللوكيشن، ونفس الموضوع على اليمين، بس الفرق ان في الشمال بيطلع لك خانة للايميل، وعلى اليمين خانة لرقم الفون. وزي ما انتوا شايفين كده شباب، هو خلص معانا، طلع لنا اللي يقدر يطلعه سواء من الايميل او من الارقام. وطبعا زي ما انتوا شايفين هو مطلع لي الاسم في الخانة الاولى، والنوع واللوكيشن، تمام، والايميل في نفس الخانة قصادها الناحية التانية. الفرق ان هو مطلع رقم الفون بدل الايميل، تمام كده يا رجالة. الفكرة كمان ان البرنامج ده مع النسخة دي بيطلع لك الداتا اللي بيطلعها يعتبر سيكريت، تمام. هو مش بيطلع بنفس الكمية اللي موجودة في برامج تانية مدفوعة، بس على الأقل بيقدر يساعدنا ان احنا نطلع. لو انت حاطط له الاي دي لاكونتات بابليك، هتلاقي النسبة اكبر من كده بكتير جدا. بس انا حبيت ان انا اجرب قصادكم البرنامج، بس انا حبيت ان انا اجرب البرنامج قدامكم في داتا سيكريت، مش داتا بابليك. لو انت عايز تسيف الداتا بشكل كامل، هتضغط على سيف هنا، تمام، وتضغط على مثلا ديسكتوب، احفظها على الديسكتوب، ومثلا هسميها ميل الحيتان، تمام كده رجالة. لو انت عايز تسيب رقم الفون برضو بشكل كامل، نفس الموضوع، بس كل عليك مثلا انك انت هتغير الاسم، مثلا هنخليها ارقام الحيتان. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام كده يا رجالة. طيب لو فتحنا مثلا اي حاجة بالشكل اللي انت شايفينه ده، هتبدأ انك انت يجيب لك الاسم، بعد كده النوع، بعد كده الميل بتاعه. لو هنا دخلنا على الارقام، هتلاقي ان هو جايب لك الاسم والنوع واللوكيشن، وبعد كده الرقم بتاعه، تمام كده رجالة. طيب دلوقتي يا رجالة، لو انت عايز تطلع داتا معينة، يعني انا مثلا عايز الايميلات بس، عايز اللوكيشن بس، عايز الاسم والنوع بس، كل عليك انك انت هتضغط مثلا على خانة النيم كده، وتعمل لها هايد، تمام، والنوع مثلا وتعمل له هايد، واللوكيشن هايد. دلوقتي عندك قائمة الايميلات بس، تقدر انك انت تحفظها، مثلا تاخدها كوبي وتحطها في تكست. نفس الكلام هنا برضو، لو انت عايز تاخد الارقام بس، تمام، هتعمل هايد لكل حاجة انت مش عايزها، وتاخد اللينك وتاخد الارقام كوبي، وتقدر تحطها في اي مكان انت عايزه. اتمنى يكون الشرح بسيط، واتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.